صناعة دبس الرمان الطبيعي بدون مواد حافظة وأصباغ. شوفوا طريقة. نقطع الرمانة من النص بهالطريقة، بعدين نفلشها كذي. 5 كيلو رمان. نطيح بذور الرمان بهالطريقة. هذا حب الرمان جاهز. نعبيه بخلاط العصير على دفعات. هذه الكمية اللي طلعت لي من العصير. نشخل العصير من البذور، نصفيه من البذور تمام. المتبقي من عجينة الحبوب نحطه بالشاش ونعصره. نحط عصير رمان على نار هادية ونشيل الرطوة. نستمر بالتحريك وكل ما طلعت رطوة نشيلها. نستمر بالتحريك لما يتحول من سائل إلى دبس. شوفوا دبس الرمان بعد ما تبخرت السوائل. ما شاء الله تبارك. نعبي الدبس الغناني المعقمة. ما شاء الله شوفوا ايش حالات لونه. نتركه بهارات الطرفة شوية بعدين ندخله الثلاجة يبرد. شوفوا بعد ما طلعناه من الثلاجة شوفوا قوامه ما شاء الله تبارك الله. خلوني أجربه على السلطة، تقدرون تستخدمونه على ورق العنب، على الكبدة، على طبخات وايد. بسم الله. الطعم تحفة، حامض حلو، القوام لا تسولف. انتو شفتوه دبس رمان 100%. جربوها بخوش طريقة، وعلينا وعليكم بالعافية.